السلام عليكم ورحمة الله، كيفكم يا جماعة؟ شو أخباركم؟ شو عاملين؟ إن شاء الله بخير. محمد مناف The Five O Coach. يا جماعة بدي أعلق على فيديو أنا عملته على موضوع فحص التستوستيرون، على موضوع التمرين فوق سن 40 سنة، وحكيت بأثناء هذا الفيديو أثناء هذاك الفيديو اللي سويته على موضوع أهمية فحص التستوستيرون للناس اللي عمره فوق 40 سنة أو للناس بشكل عام، تمام؟ لأنه يا جماعة أنا صارت قصة معاي بدي شارككم إياها اليوم، وبتمنى تفهموا مني فكرة تحاولوا تديروا بالكم على حالكم بهالخصوص. عندي شاب كان يتمرن عندي فترة منيحة، كان ياخذ هرمونات بدون علمي أنا، تمام؟ كان يروح ما يحب شو بيسموه هاي، ما بيحب الانجكشنز، ما بيحب الإبر، ما بيحب ياخذ تستوستيرون، ما بيحب ياخذ كورس إبر، فكان ياخذ الانابوليكس اللي هي حبوب، تمام؟ والغلط بهالموضوع انه ما في كورس لازم تمشي فيه انت، ما لازم وقت اللي بدك تاخذ كورس لازم يكون هالكورس مبني بشكل صحيح، اوكي؟ ما لازم تاخذ كورس، ما لازم تمشي ابدا ابدا تاخذ هرمونات اذا ما عم تاخذ معاهم تستوستيرون، هذا من اكبر الاخطاء يلي ممكن الناس توقع فيها، تمام؟ المهم هذا الشاب الله يهديه راح ماخذ حبوب بس لانه ما بيحب الابر، لانه التستوستيرون مثل ما حكيت لكم ما بيجي بحبوب، التستوستيرون بيجي ابر حصرا. فهذا كان راح ياخذ على ما اذكر ستنازول وانافار، اتوقع ستنازول وانافار كان اخذ بس هالاثنين، ولكن ماشي فيهم بدون مبالغه يمكن اخذهم لفتره سنه ولا اقل عن سنه بشوي. فاخذ هو يلي في باله انه هو عم ياخذ هرمون خفيف جدا اللي هو ستنازول وانافار. ستنازول حبوب منه كتير خفيف ولكن ستيل ستنازول، يعني منه تريمبولون، بالاضافه لانه عم ياخذ انافار، وكل حدا بيقول لك الانافار خفيف، الانافار ما بيعمل اثار جانبيه، معلش تاخذ انافار، فسمعان هالكلام هذا وراح ماخذ ستنازول وانافار لفتره طويله طويله طويله، وما حاكي لي، ما بده يعني اعرف انه انا ما عم ياخذ هرمونات. هي القطة عم تطلع صوت. المهم ما حاكي لي على هالموضوع، فاجا بيوم من الايام عم يحس انه عنده ضعف تستوستيرون بعده اشكال. اولا المود سوينجز، يعني مزاجه عم يختلف ويطلع وينزل، واحيان بيعصب واحيان بيروق وكذا. ثانيا قابليته على الاكل عم تتغير، احيان بترتفع احيان تنزل. ثالثا واهم شيء الرغبه الجنسيه عنده كانت زيرو، ضعيفه جدا بسبب هالامور اللي عم ياخذها، تمام؟ وهذا يعني هذا سبب. هلا خلينا نذكر انه يا جماعه الهرمونات مثل ما ممكن تتاخذ بطريقة صح، ممكن كمان بنفس الوقت ممكن تتاخذ بطريقة غلط وتأثر عليك لا قدر الله وتساوي لك أعراض جانبية سيئة للغاية، تمام؟ لا تلعب بالهرمونات. الكورسات والهرمونات هي يا أما بتاخذها عن طريق شخص ممكن يفهمك شو عم تاخذ مزبوط، فوت أونلاين، اشتري كتب، اتعلم، احكي مع في على فكرة دكاترة مختصين بهالموضوع، أوكي؟ يا اما تواصل مع دكاتره، يا اما اشتري كتب، يا اما تعلم، يا اما امشي مع كابتن معين. المهم انا ما عم اقول لك تعمل لحالك كورس، اوكي؟ من اكبر الاخطاء اللي ممكن تساويها انك تساوي كورس لحالك، وخصوصي اذا الكورس هذا كان غلط ممكن لا قدر الله تاذي حالك. المهم فهذا الشاب راح ماخذ ستنازول وانافار لفتره طويله وصار معه هالاعراض هاي. وقت اللي حكى لي كان اوريدي اتس تو ليت، كان اوريدي متاخر كتير الوقت. قلت له ليك، قلت له انا ما بقدر اعمل لك بي سي تي، لانه ما بي سي تي اللي هو بوست سايكل ثيرابي، اللي هو ممكن تحاول ترجع افراز التستوستيرون لحالته الطبيعيه. قلت له ما ممكن اعمل لك هيك لبين ما اعرف مدى الدامج، يعني مدى التاثير السلبي اللي عمل لك اياه الكورس اللي انت ماخده. فلذلك الافضل انك تروح لعند طبيب وتساله يعمل لك فحص، ونتيجة الفحص بتحدد العلاج اللي ممكن يعطيك اياه. يعني راح لعند دكتور، دكتور انا هيك حاسس التستوستيرون عندي نازل، هالاعراض هي الى اخره. طلع الدكتور قديش عمرك؟ عمره كان الشاب حدود عمره 30 سنه. لا يا اخي انت شاب ما شاء الله عليك وبتتمرن رياضه وكذا، مستحيل يكون نازل عندك تستوستيرون، ما فيك ما شاء الله عليك، خلص فتره وبتعدي ان شاء الله. واجا ثاني يوم قال لي الدكتور، ما قال لي في شيء. قلت له يا رجل انت عم تقول لي هالاعراض 1 2 3 صح؟ قال ايه. قلت له روح عند دكتور تاني قل له الاعراض واصر على انه يعمل لك الفحص. راح لعند دكتور تاني عمل له الفحص، تمام؟ والدكتور هداك كان بنفس المشفى، راح عمل له الفحص وشافه هداك الدكتور اللي راح لعنده قبل بيوم، قال له مو قلت لك ما فيك شيء، لا تخاف كذا، عم توسوس الى اخره. راح عمل الفحص وطلع نتيجة الفحص التستوستيرون عنده ضعيف، التستوستيرون عنده ال 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 ال
الاعتيادي السيروم تستوستيرون سيروم الاعتيادي عند الشخص اللي عمره بحدود ال 30 سنة هو تقريبا بين ال 250 و 600 ملي جرام في الأسبوع. عند هذا الشاب طلع بحدود ال 100، يعني أقل من أقل مستوى طبيعي، أوكي؟ طلع عنده كتير مستوى تستوستيرون نازل، أوكي؟ راح لعند الطبيب وصف له تي ار تي معين، سوري وصف له بي سي تي معين اللي هو يرجع له تستوستيرون لحالته الطبيعيه، والحمد لله رب العالمين اموره هلا طيبه. فرسالتي من الفيديو هذا هي شغلتين: اولا ما تخبص بالهرمونات، ما تاخذ كورسات لحالك لانه ممكن لا قدر الله تاذي حالك. الرساله الثانيه انه انتبه على موضوع التستوستيرون بشكل يعني بشكل فعلا جيد. التستوستيرون هرمون مسيطر في أجسامنا يا جماعة، ضروري إنك تتأكد من صحة مستوى التستوستيرون في جسمك، تمام؟ بتمنى الفيديو يكون عجبكم يا جماعة، بتمنى الفكرة تكون وصلت وبالتوفيق.